المهم كاين دارج هذا اللقاء اليوم واللي دعت له الجمعيه ديال المستثمرين على الاراضي السلاليه بمنطقه توريكت في اطار تنسيق مع الفيدراليه الوطنيه للاستثمار الفلاحي والسياحي. هذه الفيدراليه اللي الاهتمام ديالها بصفه اساسيه هو الدفاع عن مصالح المستثمرين سواء كانوا مستثمرين مغاربه بالداخل ولا مستثمرين مغاربه دخلوا من ارض المهجر، لانه في الحقيقه هناك استثمارات هامه اللي تمت فوق هذه الاراضي السلاليه والتي تقدر بملايير الدراهم. وللاسف الشديد هو انه هؤلاء المستثمرين فوجئوا في السنوات الاخيره بدعاوى مقامه في مواجهتهم من طرف وزاره الداخليه بدعوى انهم محتلون لهذه الاراضي بدون سند قانوني، والواقع ان هؤلاء المستثمرين جميعهم يتوفرون على شواهد اداريه وعلى شواهد صادره عن نواب الارض، وقد استفادوا من اعانات الدوله في هذا المجال، وعوض ان يتم توجيه الشكر لهم وان يجازون الجزاء الحسن نفاجأ بوجود دعاوى قضائية لا معنى لها. الغاية منها هي طرد هؤلاء المستثمرين، ونحن نتساءل هاته مشاريع قائمة الذات إذا قمتم بإفراغ أصحابها، لمن ستسلمون هذه الأراضي؟ ستقوم فوضى في البلاد. نحن أبعد ما نكون عن تشجيع مثل هذه التصرفات التي تسيء لبلدنا وتسيء لاقتصاد بلدنا. لذلك مثل هذه اللقاءات التي نؤطرها على المستوى الوطني، لأنه دابا حاليا كاين جهاز فاس مكناس، كاين القنيطرة، كاين العرجات، كاين مكناس فاس الحاجب مراكش، واليوم المنطقة الشرقية، هادو كلهم مستثمرون ملتفون حول فيدرالية من أجل الدود والدفاع عن مصالحهم اللي هي مصالح مشروعة. نحن لا نتاجر في الحرام، بل نقوم باستثمارات فيها مبالغ مالية كبيرة جدا، نوفر فرص الشغل للعاطلين ولأبناء المنطقة من أبناء هاد السلاليين. ليس لدينا مشكل لا مع السلاليين كذكور ولا مع السلاليات كائنات. نحن أشخاص قدموا الغالي والنفيس من أجل إنجاح استثماراتهم، وصاحب الجلالة نصره الله في عدة مناسبات يدعو إلى تشجيع الاستثمار على الأراضي السلالية، وليس أدل على هذا التشجيع من إعانة هؤلاء الناس من طرف وزارة الداخلية على إنجاز استثماراتهم. لذلك نقول على أنه خطاب جلالة الملك يسير في اتجاه تشجيع الاستثمار، بينما مديرية الشؤون القروية في وزارة الداخلية أخذت منحى مغاير تماما، وذلك بإقامة دعوى ضد هؤلاء المستثمرين الذين تتراوح استثماراتهم بين المبالغ البسيطة التي تتجاوز عشرات المليون سنتيم وبين استثمارات ثقيلة جدا تقدر بالمليارات. لذلك نحن في هذا اللقاء مع جمعية توريكت نطالب تمليك الخواص للأراضي التي توجد بحوزتهم والتي قاموا باستثمارات مهمة فوقها، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رئيس موسى بالخير، رئيس جمعية الفلاح للتنمية الفلاحية بإقليم توريكت. الحمد لله اللي وفقنا الله سبحانه وتعالى، نقمنا اليوم بالجمع العام العادي السنوي، والحمد لله اللي طرقنا فيه التقرير الأدبي والمالي، وتم بالإجماع صوت عليه الإخوان بالإجماع، وطرقنا فيه لهذه المسائل والمشاكل اللي قمنا بها.
بالنسبة للمراسلات للسيد العامل ولا المراسلات للسيد الوزير ديال الفلاحة ولا وزير الداخلية وجميع الجهات اللي راسلناهم واللي طلبنا منهم يد المساعدة وكنطلبوا منهم باش الجلوس إلى الطاولة، حنا كنطلبوا من هذا المنبر وكان خبروا السلطات العليا والمحلية بأنه حنا ما عازينش، حنا رحنا رهن الإشارة ديال الدولة ديالنا، كنقولوا لهم احنا موجودين نديروا واحد العقدة سائرة بيناتنا أو اللي يملكون هاد الأرض، وأحسن اختيار واللي اتفق عليه اليوم الجمع العام هو التمليك. كنطلبوا من الدولة ديالنا تملكنا، كنطلبوا من وزير الداخلية يخرج بواحد القرار باش نملكوا هاد الأراضي اللي دابا صرفنا فيها واحد المصروف كبير، كاين اللي خدم 20 سنة، كاين اللي خدم 30 سنة، كاين اللي خدم 50 سنة، ويعقل أنه واحد السيد زاد في واحد الأرض وكبر فيها وبنى فيها وتجي انت تقول له الطرد، ماشي حتى واحد الكلمه ديال الافراغ ولا هذا، كتجي كتقول له الطرد. ودابا راه وصلنا الباب ديال المحكمه ديال العداله، وحنا عندنا الثقه التامه في وزاره العدل باش تاخذ الكلمه ديالها، المحكمه مستقله غادي تاخذ الكلمه ديالها ان شاء الله. ولكن حنا رهنا الاشاره كنقولوا احنا موجودين، رحنا راه الاشاره بغاو التسويه بغاو شي حاجه اللي في المتناول التمليك احنا موجودين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا هذا الشيء ديال احنا كمنخرطين فلاحيين واستثمرنا في هذه الارض، هذه كانت خاويه قاهره واستثمرنا في هذا الشيء اللي قدينا به، درنا مجهود كبير مجهود كبير باش وصلنا هذا الشيء ديال الفلاحه، وهذا الشيء نتاع الفلاحه كيعود بالخير على الدوله وعلى المواطن وعلى جميع المواطن المغربي، ماشي غير لينا احنا بوحدنا، هذا استثمار للجميع، كله كياكل منه، كله كيقضي منه. وحنا هذه الارض هذه ماشي خلطنا وترمينا عليها، احنا ديناها بالرضا نتاع مواليها، وكل واحد فينا بالرضا وبخبر السلطات، احنا ماشي ترمينا، ماشي ما عمرنا ترامينا على شي واحد، ولا قال لك شي واحد ترامينا عليه، هو راه موجودين الناس، ما كانش اللي ترمى على الارض. دابا راه حنا مخرطين بجمعيه باش ندافعوا على هذه الحقوق ديال هذه الارض المكتسبه، هذه ارض مكتسبه ماشي خطفناها، ما خطفناهاش حنايا. السلام عليكم، نشكروا المكتب المثير للجمعيه بتاوريرت، جمعيه الفلاح بتاوريرت، على الفرصة اللي عطاو لنا باش اجتمعنا معاهم، وجاو الناس نتاع الفيدرالية حتى هما نورونا بالأفكار ديالهم، وداروا طلعونا على الملف فين راه واصل، راه في مراحل متقدمة، نشكرهم بزاف، ورحنا سايرين على نفس النهج باش نوصلوا للمرحلة فين راهم واصلين إن شاء الله. لانه احنا هذه الارض في الواقع وصلنا لها عن طريق المساهمه نتاع الجماعه السلاليه، وكذلك حتى الاداره في الواقع، فبالعينين ديالهم وبالمراه ديالهم غرسنا وحفرنا الحواسي ودرنا الخدامه، وكان اللي راه في 20 عام في هذه الارض وفما اكثر، فكان من الاولى من الإدارة إلا بغات توقفنا توقفنا هذه شحال، مع الدرك فمن الأفضل ومن الأدراء يطبقوا علينا من أحيا أرضا موات فهي له، فالأرض ما كانتش محفظة ودخلناها ما كانتش محفظة وغفلونا وحفظوها في الغياب ديالنا، فنطالبوهم باش يعطيو لنا الملكية نتاع الأراضي اللي رحنا نستغلوها. وشكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.